يا سلام يا سلام. الحقيقة أفضل مربط من ناحية الموقع ممكن ما تحصل في المدينة، موقع زين وسط المدينة وسط مزارع، يعني الجو يصير لطيف بشكل ما تتخيل. ما شاء الله تبارك الله، يا سلام يا سلام. تبدأ سعد، ما شاء الله تبارك الرحمن، اليوم متواجدين في مربط وثبات. يلا البس الخوذة يا بتاع، البس الخوذة. أقول لك هذه خوذة ولا طاسة عليك؟ خوذة. أي نعم، شد على ترى نكسبها احنا بالجام ورا. اسمع خلاص، العنان الطويل عندك، أنت دبر عمرك. أي نعم، حرك يا سلمان، سلمان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام صراحة، موقع ترتيب. ليش مصوم على خالك على مسار الترلات؟ بس ها لا تعدي مسار الترلات من هنا. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بتمسك مسار الترلات لا يصدمونك الريدي، ها وسعوا. تبن تبن من الحوادث. تراه مروق قدامك ذا، ما شاء الله ما شاء الله. اطلع هيا روح، الفرصة ما تيجي إلا مرة واحدة. إن شاء الله تبارك الرحمن. بطل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تابوا 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 يا اخوي. لا والله خل من الدون، المكان ما هو مفتوح. يا سلام يا سلام يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هنا الشباب مستمتعين بالركوب، يعني بعدين ما شاء الله تبارك الرحمن، حتى طريقه بدوك تدريب ميدان خارجي داير على نفس البدوك، حقيقة فنان ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام يا سلام، تعالي تعالي تعالي. وش مزبط لهم فعاليات؟ مزبط لهم فعاليات إن شاء الله بسيطة. أيوة، الانطلاقة من هنا على يا سلام وقت. اللي ينتهي بدري له إن شاء الله، يعني أقل وقت. يا سلام عليك، بدون أخطاء بدون أي شيء. يا سلام عليك، الفكرة أنه يأخذها يمين يسار. يا سلام يا سلام يا سلام. سعد سعد ترك لك معي، انطلاقه من هنا تاخذ يسار من الزاويه، تنقز الكفرات هناك قفز، وبعدها تاخذ هذيك الاتجاهات. يا سلام، يمين تفتح وتكعلي هنا توقف. يا سلام، فهمت انت الطريقه؟ وشني اول شيء انطلق من هنا، تنطلق من هنا يمين يسار ولا على طول سيده؟ يا سلام عليك. يلا يا سلام. طبعا هذا بتال، طبعا انت مشجع بس يعني، ها تعال هنا الله يحفظك. يلا حبيبي يلا خليكم هناك عشان الحصان ما تتبعه. ليك ما تفهم، هذا حصان هذا حصان. لا لا افهم بس، روح ما عليك، الامور زينه. واحد امسك حصان. يا سلام يا سلام. يلا حط ببالك ان اقل وقت هو الفائز. روح ما شاء الله، بطل عندك خطا، روح عندك خطاين، روح ادعس. مين خلي يعطينا اسمه؟ من سلمان؟
تفضل يا سلمان. ما شاء الله تبارك. انا متوقع سلمان هذا انه هو اللي بياخذها. يلا بسم الله ما شاء الله. ها ما ادري والله. هيا روح عندك منافسين يا ولد. يا سلام عليك. يا سلام يا سلام. اسرع. يا سلام يا سلام يا سلام عليك. شو اسمك؟ عزام محمد. ونعم عزام. كفو يا عزام. ان شاء الله عزام. ان شاء الله انك عزام. هيا روح. ادخلك هنا خليك انا بكلمك الحين. هيا ولا روح روح. يا سلام عليك. اسرع اسرع. سعد يقول تاخر شوي عشان افوز عليكم. اسرع ما شاء الله. كفو كفو كفو. بطل بطل. يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام. تعال بكلمك. يا اخي متوقع انك انت اللي بتفوز عليها باذن الله. ان شاء الله اذا انجزت خلاص الباقي. ان شاء الله. يلا شد حيلك. يلا انا ترى اسمع انا ترى اشجعك انت. شو اسمك؟ ثامر يوسف. ونعم يا ثامر. ترى ترى انا اشجع ثامر. ما انتم ما اشجعكم كل. يلا ما عليك. هو بيبدأ لك من هنا انت انطلق بكيفك. هيا يا سلام. بطل وحش وحش. روح بطل. كفو كفو كفو. ايه ما عليك ما عليك. كمل كمل. ايوه هذا ترى عليك انت يا مدرب. روح. يا سلام يا سلام يا سلام. راسل راسل ادعس. روح. يا سلام عليك يا سلام. طيب اسمعوا هذه هذه بنخليها لكم تجريبية تمام ونقول مين اللي بيبدأ. يا سلام يا سلام. صح يا سعد. يلا انتبه لأخطائك الأول. أسرع. ايوه ايوه ايوه. يلا يلا ما هو مشكله. خطا واحد ما هو مشكله. لا اثنين ما هو مشكله. اسرع اسرع. بطل بطل. طيب اطرح غيره. شوف هذاك هذاك لو لو ما في لفه قبل لو ما في لفه قبل بيجيبونه. بس في كوع قبله ما يقدرون يجيبونه. او سعي لانه جايهم على اللفه كذا. انا اتوقع ترى قريبا عشان كذا. ترى المشتركين يحتجون. سعد يقول السعود اللي فنس. خلاص خلاص. هذه شوف ها هد من عند شو اسمه. يلا يلا في مو يهدي وقت. ما يقدر يهدي. ما يقدر يهدي في وقت. يلا الفارس سلمان يتقدم. ف ما شاء الله تبارك الرحمن. هيا روح اسرع 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 يا بطل. اسرع اسرع يا بطل. اسرع ما عليك. كمل لا يوقفك شيء. كمل لو طشها كلها لا توقف. بطل روح يا بطل روح. يا سلام عليك يا سلام يا سلام يا سلام. ما عليك عادي كعله برا ولا مشكله. يا سلام عليك يا سلام يا سلام يا سلام. يلا يا بطل حرك. احسنت حرك. اسرع اسرع اسرع. ادفش ادفش حصانك اسرع. يا سلام يا سلام يا سلام. ها تفرق الخيل الدم تفرق مره. انا اصلا ذاك عرفت انه يقول بسم الله عرفت انه بيضربها ما هو. يا سلام يا سلام يا سلام. ايوه بس اهم شيء الوقت ولا خطا عندك. هيا اسرع. يا سلام عليك. يا سلام يا سلام يا سلام. البطل ثامر. يلا نقول
انت بطل. ادفش 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 فرسك ادفش. روح ما نسمع صوت. يا ما شاء الله عليك ما شاء الله. بطل بطل بطل. روح كمل كمل. روح روح كمل. ايوه ما عليك سيف سيف ارخم يمين. كمل تعال تعال تعال. روح ما عليك الفرس الفرس بتعطيك. روح بطل بطل يا بطل بطل. فرصة مو معقول تقلب التاريخ يا اخي. وانتم من اسمع اسمع عطوه فرصة السلحفاة والارنب. مين زيد ولا مين؟ مين اللي ما انطلق يا شباب؟ زيد زيد. طيب وقفوا على جنب عشان ينطلق حصانه. يلا يلا انا بفزع لك. سعد قاعد يعزز له عشان ينطلق. بطل بطل. رح رح هي هي لا حرك. والله هذه مشاركة عليها ملاحظة. هذه مشاركة شلوتي ذي. يا بطل يا بطل. والله بطل وحش. روح ما شاء الله عليك يا وحش. زيد زيد زيد. هنا هنا تعال هنا 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 هنا. دوس دوس. والله ما شاء الله عليك. انك اللي يعجبني فيك انك صامل 100%. ما شاء الله عليك ما شاء الله يا بطل. ما شاء الله عليك. ما عليه ما عليه. روح روح. اسرع 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 اسرع. ما عندكم حصان؟ ايش عندك يا اخي؟ انت حفله والله. اطلع لا اقل اقل وقت من اقل وقت اللي ينطلق اول واحد. شوف المقاطع عندك. ها اول واحد من هو؟ سعد 20 ثانية. هو قال وقت أقل وقت. بس الانطلاقة الأولى عنده خطأين. عنده خطأين بس عاد. والانطلاقة الثانية عنده خطأ واحد. ما عليه ما تحكي. أهم شيء الوقت. أنت ما أشجعك بس تبغى أشجعك. هذه 20 ثانية. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يعطيك العافية. سعد. ما شاء الله. أنا شباب. يا اخي انتم غشاش. انا ادمي ذا غشاش صدقني. عيد عيد اللفه عيد اللفه عيد اللفه. انت ما يهمك شيء. ما شاء الله تبارك الرحمن. ثارت العجه. هيا حافظني بسرعه. يا سلام يا سلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وش وش عند الشباب؟ كفو كفو كفو. ما شاء الله ما شاء الله عليك. ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام عليك. لا ما تروحون من عندك. يا ما شاء الله تبارك الرحمن. كفو 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 دمي يا دمي. طيب عاد حتى رقمك موجود. طيب كويس. اسمع روح انقز من هناك زي الشباب اول. رجل كلهم سواها وانت ما تسويها يا والله. يعني هذا الحصيل. ما شاء الله عليكم ما شاء الله ابطال. يا سلام ما شاء الله عليهم ما شاء الله تبارك الرحمن. تقدر يا زيد تنقز؟ سلام
بطل رماية القوس. الله تبارك الله. والله قريب. عطنا ما شاء الله تبارك الرحمن اليوم مع البطل مع الدينالي والله اليوم ما شاء الله ما شاء الله خلنا اليوم هذا ولا شيء نبغى المستقبل ان شاء الله احسان جاهز متى ما تبه شاركني ان شاء الله باذن الله مستقبل طيب انا اقول نبغى القادم احسان جاهز مالك عذر ما عليك عطني خالد ما شاء الله جرب الرمايه على ظهر خير كفو وحش 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 يا وحش الثانية يلا ما عليه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا ولد الكفر زي الأول هم الكفرات ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله الفرصه الثانيه يا اخي عبد الرحمن والله انك فنان انا يا اخي انا اقول الحين هذا ليش ما يبغى يصيب الهدف مع انه هو المدرب طلع عنه يبغى بوريماس يتحمس يا سلام عليك يا سلام يقول يا ولد انت اسمع اول وش تقول انت تقول الحصان اللي اركبه ما يمشي صح إيه. طب الحين انت يعني انت تهيضت يا من سعد ها بس الطريق مو مستوي طب الصلاة على النبي قول لا اله الا الله اذا خلصوا رماية الشباب ابشر على خشمي بس ابشر ابشر يا سلام يا سلام كفو 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 لا 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 وش معنى يعني تعال تعال هنا تعال هنا تعال هنا شوف شوف طريقة لحظة 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 شوف طريقة تركيب الوتر حق القوس يا سلام عليك يا سلام يا سلام الله يعطيك الصحة والعافية اللهم امين يا رب العالمين ما شاء الله ما شاء الله هيا تفضل يا الله يا كريم لا لا فرس اياد ابو ريماس ابي هذه اربع اسود يجتمعون حلو 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 يا سلام عليك كفو يجي يجي ما عليك يلا يا بطل يلا كفو كفو ها هجسه عبدو وي 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 والله اسف كفو كفو هذا والله رامي تزعل هذي يا سلام يا سلام على هذا الذيب كفو ما شاء الله تبارك الرحمن طلع مقابل ما شاء الله ما شاء الله لا لا كفو كفو يا شطح شطح فك العناب فك العناب اسحب الله 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 مين راح يجيب السهم اسرع اسرع وحش اسحب على تحت كفو قريب قريب ما عليك الله قرب الرحمن اللاحظ طريقة طبعا اول شيء هذه شو تسمى هذه تسمى كنانة هذه حقة الاقواس عفوا حقة الأسم تسمى كنانة لكن هذه شوف الطريقة كيف طريقة الشباب هنا هنا يعلق الجام والسرج عفوا الجام والرشمة والهذا والسرج هنا إذن كيف مثلث ما شاء الله تبارك الرحمن الله تبارك الرحمن نبدأ في البطل ده هذا السكر جزيري الله يبارك فيه جزيري ها؟ والله أعلم أنا على قولهم أقدر أقول 100 لا أنا أقول جزيري ما شاء الله لا وجه لا الوجه أنا أقول ولا يا أخي فيه ميزة أنا بعرف ليش أو وش اللي أي شوف الشعر مستحيل تلاقي كذا غير من جزيري الجزيري ودائما يجيك شعره بالشكل لا 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 شخصية ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله وهنا فرس والحصان فرس مليكة مستاتر
ماكس ماكس او شعبي؟ لا لا شعبي. ها شعبية ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا هذه همس فرس مشهور. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. سعد اللي يرغب قطعة ركوب حلوة ما شاء الله ما شاء الله. هنا نشوف مساحة الغرف ما شاء الله تبارك الرحمن حقيقة مساحة حلوة. ثلاثة ونص ثلاثة ونص كلها مرة بتساوي. إيه بتساوي. يا سلام. في غرف أكبر. يا سلام. هذه غنج غنج التاج حفيدة بنت مرجان الزبير حفيدة مروان الشقر. ما شاء الله إيه. تبارك الرحمن. هذا اللي قبل شوي ركبنا على الشباب. قبل شوي ركبنا الشباب يس. واللي مهرتها في. يا سلام ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. غرف إنجليزية المستاجر عندنا هذا غرف أكبر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه فرس إنجليزية وهذه بنتها مهرة ثلاثة يمكن إحنا مهرة أربع شهور. ما شاء الله تبارك الرحمن. وهنا هنا يا طويل العمر والسلامة. تعال تعال يا ولد تعال يا بنت ما شاء الله. هذه يحتاج غششني. ها هذه يحتاج غششني ما شاء الله. من تكون من فراسي جات آخر الأيام. إيه نعم هذه فراس جاتني دون كم يوم. إيه من بيار الماشي توك برضه المستاجر عندي. ما شاء الله تبارك ما شاء الله ما شاء الله. الله يطرح البركة رب. هذه شن ضربت أدخل بنت ما شاء الله يا حليلها ما شاء الله ما شاء الله. تقول لي هذه هذه جدة. هذه الله يبارك عمرها ما يقل عنها ما شاء الله ما شاء الله. يقل عن 27 ما شاء الله 26 حول هالكلام ما شاء الله. هذه ما شاء الله تبارك الله لها 7 سنوات ايوه تفليلي بمهرة. يا ما شاء الله يا ما شاء الله تبارك. والسنة هذه قطع أيوة. يا شبوه جالجس والله عند بالي فاضي تطلع لقاح حتى 6 شهور ان شاء الله نقول مهرة بعد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه العنقاء من اقدم الخيول شرها احد من اخواني الله يجزاه خير تمام وصارت هي بارك الله يبارك. يا سلام. ترى بنتها روز وبنتها جدة روز. يا سلام. جدة كثير من الخيول كانت مطولة هي طبعا الرمانات كلها منتهية العمر. اي والله له دور عمر له دور. اي والله. ضيفة رسم مبروك الله يبارك فيها. استودعناك الله يا جدة. هلا 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 هذا فيديو لك 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 تمي كيف لك كل شيء جديد داخل الزاوية.